وذكر حجاج الجبل خبر القضاء على تمرد عبد العزيز بن أبي دلف العجلي. كان العباسيون قد عينوا أبا دلف العجلي نائبا لهم على الجبل، وفي هذه السنة أعلن ابنه عبد العزيز عصيانه على الخلافة، فسيرى الخليفة العباسي المعتز بالله لقتاله حملة كبيرة بقيادة الوزير موسى بن بغى الكبير، فهزموا عبد العزيز هزيمة كبيرة وقتل الكثير من أصحابه واسترجعت الكرج وكل المناطق التي كان قد سيطر عليها.